كيف بنحط مكياج مناسب مع النظارات؟ أكبر مشكلة إنه النظارة بتحس، لهيك رح استخدم waterproof concealer وبثبتها بالباودر. الحواجب كتير مهمين لأنهم رح يكونوا إطار للنظارة، وبنستخدم بيس على الجفون لتثبت الألوان. بستخدم ألوان ترابية واللون البني في الزاوية الخارجية للعين وتحت الرموش السفلية لتوسع العيون. بستخدم لون فيه لمعة على الجفن لتبرز العيون أكتر، وما بننسى الأيلاش كولر لنرفع الرموش وما يخبط بإزاز النظارة. كتير مهم نستخدم مسكرة مكثفة للرموش. بنزيد شوية أيلاينر لنحدد العيون. من جوا العين بنستخدم لون بيج فاتح لنعطي مدى ونوسعهم. هيك بنكون خلصنا مكياج العيون، بس ما بننسى نحط لون على الشفايف ليكون في توازن. بتمنى تكونوا استفدتوا من هاي النصائح.